بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. تاني مرة، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. وفي حلقة امبارح قلت كيفية نفطر ازاي وناكل ازاي في رمضان للحفاظ على صحتنا، مش منظرة ولا بخل. ولما اقول بلاش عزايم انا بفرق وبقطع ارحام اطلاقا. شهر رمضان شهر عبادة وشهر صلة ارحام طبعا، لكن مش مقصود بان انا العزومة هتضيع لك ترويح. ابسط حاجة، مش معقول هتاكل وتروح جاري. يعني حتى المثل المصري بتاعنا يقول لك الضيف المجنون ياكل ويقوم. لا، احنا مش مجانين، فمش ممكن هاكل وامشي. فالعزومة هتضيع لك الصلاة. حتى لو صليت في البيت مع الناس مش بتبقى بالجمال ولا بالعمق ولا بالهدوء اللي بنصليه في المسجد ونسمع المصحف كامل كل يوم جزء. فيعني كل ما أرجوه يعني حق نفذه. جرب اللي أنا قلته امبارح، فطار غدا عشاء المغرب، جدا ربع رغيف جبنة بيضة بالطماطم بكوباية شاي باللبن وسيب البيت. ولما ترجع على الساعة 10 يبقى اتغدى رز وخضار ولحمة واللي انت عايزه. وقبل الفجر بربع ساعة زبادي وخيارتين وكوباية مية عشان ما تعطش. جرب. السعودية كده واليمن كده والكويت كده والبحرين كده، كلهم ما بيفطروش خالص. انا رحت البلاد دي كلها ورحت في رمضان، بس ما حدش احنا لسه قايلين امبارح احنا في الحرم عشان نصلي المغرب جماعة، ما بتقدرش تطلع من الحرم. يعني على بال ما تطلع بيبقى العشاء قدك. ساعات يأخروا هم العشاء ساعة. بس هذا يعني أجمل نظام ربنا عمله، ولو حققتوه هيبقى حاجة جميلة جدا جدا. جرب. يعني ما حدش هيزعل من هذه التجربة. يعني إن شاء الله يومين ثلاثة شوف صحتك هيبقى شكلها إيه. جاي لنا أسئلة كتيرة جدا جدا جدا. أسئلة يعني عدد لا نهائي. فاحنا بنجيب بالترتيب باللي بعت الاول، وهبتدي بالرسالة الاولى، هتبقى دي الرسالة الاولى في رمضان. السلام عليكم، انا اسمي سعد من جنوب سيناء. على فكرة سيناء دي بلد جميلة جدا، اجمل بقعة في مصر. اوعوا تخافوا على مصر، اوعى مهما حصل اوعى تخاف على مصر. مين اكتر نبي ذكر في القرآن باسمه؟ اكتر نبي ذكر في القرآن باسمه سيدنا موسى. ما فيش 3 4 صفحات في القرآن تلاقي سيدنا موسى، 3 4 صفحات تلاقي سيدنا موسى. تمام. فهو كليم الله، هو اللي كلم ربنا، وهو اكتر نبي ذكر في القرآن. تخيلوا هذا النبي منع من دخول مصر الا ما يقلع جزمته. تخافوا على بلد زي دي؟ اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى. الايه دي بأشعر لما اسمعها، اقول ياه ده احنا بلد امنه الى يوم الدين. حوالينا حصل مصايب في دول كتير، الا احنا بلد امنه بكلام ربنا. اخلع عليك. انت عارف طبعا انا ما اخلعش الجزمه الا لو داخل في حته يعني المسجد، انا بقلع جزمتي وانا داخل. سيدنا موسى كليم الله امر بان يخلع حذائه قبل دخول مصر. ده بمناسبه سعد اللي من جنوب سيناء، فكرتنا بحاجه حلوه يا سعد. احنا لاين للناس اهو. عندي 54 سنه وبعاني من مرض السكر منذ 5 سنوات، وعندي جلطة في القلب وعامل قسطرة ودعامة، وحاليا شكوتي بعاني من ألم شديد جدا في الرجل اليمنى من أول الفخذ حتى الركبة. ألم داخلي، حرقان داخلي وخارجي بالرجل كلها، لدرجة أني مش طايق أحط إيدي عليها. وذهبت إلى الطبيب وكتب لي على كذا وكذا وكريم وكده. فعايز إيه؟ بيقول يا ريت حضرتك ما تتأخرش عليا في الرد، احنا بنجاوب لما السؤال يوصل يا سعد. بص يا سعد، هناك احتمالين. انت رجلك بتوجعك من عند الفخذ وانت نازل كده، احتمالين لا ثالث له في مريض السكر.
كنت اتمنى تقول لي انت مريض سكر معتمد على الانسولين ولا بتاخد اقراص. كنت اتمنى تقول لي وزنك كم كيلو، انت اوفر، انت وزنك اعلى من المعدل ولا في المعدل ولا تحت المعدل. كل دي معلومات بتفيدني جدا جدا في السكر. انت بتقول ان بقاله 5 سنين السكر، ارجو اي واحد لما يتكلم عن زمن السكر يقول اكتشفته من 5 سنين. دي مهمة جدا. انت ممكن يكون السكر بقاله عند 15 سنة لكن انت اكتشفته من 5 سنين، ودي عندنا شائعة جدا. يقول لك انا عندي سكر بقى لي سنة. كويس، انت عرفت بقى لك سنة، بس السكر بقى له اكتر من كده بكتير جدا جدا وانت ما تعرفش. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان تحليل السكر روتينيا اساسي، مش بس السكر والتراكمي، اساسي، خاصة في المرضى اللي من اسرة سيئة السمعة. اسرة الاب عنده سكر، او الام عندها سكر، او الاب والام، او العم او الخال، الناس دول تحليل روتيني من غير ما يشتكي، عشوائي وتراكمي، الاثنين هيفيدني جدا. ممكن جدا يبقى تراكمي 6.5 وانت مش داري وماشي ومفيش اعراض. ما هو خسة مرض السكر في كده ان كثير من الناس ما عندهمش اعراض. مش السكر يقوم يتبول بالليل؟ ما بيقومش. مش السكر بيخس؟ ما بيخسش. مش السكر بيعطش؟ ما بيعطش. ويبتدي العين يجي لك بمضاعفات. حالة سعد احتمال من 2 لـ3 لهم. الألم إما أن يكون من العصب أو من الوعاء الدموي الشريان، ما فيش غير كده، يا من العصب، التهاب أطراف الأعصاب، أحد المضاعفات المنتشرة جدا في مرض السكر، التهاب أطراف الأعصاب، تلاقي آلام شديدة جدا، يا إما تنميل، الجزمة تقع، الشبشب يقع من رجله من غير ما يدرى، ما يعرفش ينام بالليل من حرقان رجليه، يا إما وعاء دموي ضيق. دي بتتحل، أي روح لأي حد يكشف عليك هيقول لك ده كده أو كده، أو ما يكونش لا كده ولا كده، مثلا التهاب في الجلد نفسه، يعني التهابات جلدية ما لهاش علاقة خالص لا بالأوعية الدموية ولا بالأعصاب. يبقى يا سعد نخلي بالنا، هل ده التهاب أعصاب؟ التهاب أطراف أعصاب، وده منتشر جدا في مرضى السكر. منتشر جدا في مرضى السكر، ولا ده وعاء دموي؟ أنا أرجح وعاء دموي. تقول لي ليه؟ أقول لك ما أنت عندك وعاء دموي تاني قل أدبه معاك. في وعاء دموي هنا قل أدبه، الشريان التاجي، وحطيت له دعامة. فالتأثير بتاع الأوعية الدموية على الكل، فكما السكر أثر على الوعاء الدموي في القلب، فأثر على الوعاء الدموي في القدم وفي الرجل. لازم أفحصها، في اختبار بسيط اسمه دوبلكس، أنت تروح لدكتور هو هيطلب لك كل ده، هتشوف الوعاء الدموي سليم ولا لأ، والأعصاب سليمة ولا لأ. الأعصاب سهل جدا، من الكشف اللي احنا بنعمله في العيادة نقدر نقول لك عصب سليم ولا غير سليم. متهيألي كده يا سعد انت فهمت انا عايز اقول ايه. من فضل حضرتك يا دكتور، ممكن حضرتك تعمل حلقة عن وحمة الكبد وهل هي خطيرة ولا لا؟ لا يا بنتي مش خطيرة. ساعات تلاقي واحد ماشي وعنده حاجة حمرة كده ولا غامقة بنفسجي ولا ساعات تبقى سودة في وشه كده ويقول لك دي حسنة، ناس تانيين يقول لك لا دي وحمة. الكبد زيه بالظبط وحمة، ولكن نتأكد انها وحمة، مش السونار واحد قال دي وحمة نقوم نصدقه، لا لازم نتأكد. طب اذا كانت وحمة فعلا بالرنين المغناطيسي او بالاشعة المقطعية او بسونار واحد كويس جدا جدا قال دي وحمة، اذا كانت مش عايزة غير متابعة، متابعة فقط. هي ايه المشكلة؟ هي كتلة. تقول لي طب ما الورم بيبتدي كده، كتلة، اقول لك بس هي دي المشكلة، لازم نتأكد ان مش ورم في الكبد. الوحمة لا خطورة لها بتاتا. ساعات تبقى يعني بتبوخ وعايزة تتحقن، بس دي لما تكون كبيرة قوي. انما الوحمات الصغيرة استبعاد الورم مهم جدا،
وإذا ثبت أنها وحمة سواء بالموجات الصوتية أو بالرنين أو بالأشعة المقطعية يبقى الإجابة أو المتبعة فقط، إنما تخافيش إطلاقا منها. دي وائل العراني. هل يوجد خطورة ولا أعيش حياتي طبيعي؟ لا، أعيش حياتك طبيعي بس بشرط أنها تكون وحمة. في واحدة بعت سؤال مش طبي، سؤال اجتماعي، هي طبعا رسالة كبيرة جدا جدا، انا هختصرها وحرد عليه، هي هتبقى عارفة يعني انا قصدي على مين. واحدة عندها تلت اولاد، بنتين وولد، يعني خلفت تلت مرات بنتين وولد. الولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، عنده مشكلة كذا حاجة، يعني عقله مش سليم وعنده توحد وعنده كذا حاجة كده، يعني ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندها بنتين وهي عايزة تخلف وجوزها مش عايز، وهي بعتالي هجاوبك تخلفي ولا لا بس بعد الفاصل. اللي كانت بعت السؤال هي بعتالي كطبيب ولا كايه مش عارف، انا متعجب جدا. يعني هي عايزة تخلف ولد عشان عارفة البنتين هيتجوزوا ويمشوا، وهي عايزة الولد يساعد اخوه اللي هو المعاق، وبتقول انا لو انا خلفت يعني اوحت جوزي ومخدش الحبوب منع الحمل وخلفت هبقى ست مش كويسة، اني ما اسمعش كلام جوزي والطاع والكلام ده كله. انا هجاوبك على قد علمي، على قد علمي. سيبك من الشق الديني، انت هتسمعي كلام جوزك ولا لا، واللا حرام ولا حلال، ده مش شغلتي. سيبك يا بنتي من الشق الديني، تعال نتكلم تختاري ايه، بالعاطفة ولا بالعقل؟ تختاري ايه؟ العاطفة ربنا حذرنا منها، حذرنا في القرآن كله منها اكثر من مرة وكتير جدا، ولا تتبعوا الهوى. الهوى هو العاطفة. انا بمتحن ثلاثة عين واحد انا بحب ده قوي اروح واخده، هذه هي هوى، اخش جهنم. فلان انا حديله اكتر من فلان عشان بحب ده، هذا هوى. فالعاطفة يعني كويسة وكل حاجة والحب جميل وكل حاجة وغنوله كتير، بس خطر. فاجاوبك بايه؟ بالعاطفة هقولك خلفي. تجيبي واد، طب افرضي ما جاش واد، افرضي جت بنت هتتجوز وتسيب اخوها برضه، هتعملي ايه؟ هتلطمي؟ طيب بالعقل، ألا يمكن أن تتكرر الإعاقة في اللي جاي؟ يبقى بدل ما عندك واحد معاق بقوا اتنين، هتخدميهم ازاي؟ يا بنتي جوزك على حق، جوزك فكر، جوزك شغل مخه ما شغلش قلبه، شغل مخه. ان احنا لو جه واحد مش عرفك هيجي شكله ايه، مش عرفك، هذا في علم الغيب. بعدين عندك بنتين كويسين حلوين، هيجيبولك اتنين، هيبقى عندك اربع عيال، اتنين بنات وجوازهم دول ولادك، وكلنا هناخد بالنا من الولد المعاق ده لانه جوه عنينا، ده جوه عنينا وجوه قلبنا مش هنسيبه. بس انا اعتقد ان جوزك اصح في تفكيره منك، انت استخدمتي الهوى لكن هو استخدم العقل، والعقل في ديننا وفي دنيتنا أقيم ألف مرة من الهوى مليون مرة. واحد كشف كتير جدا جدا، أنا عبد الله الشعراوي عمري 32 سنة متزوج، عندي طفل غير مدخن، بلعب رياضة، لما أخش في النوم بقوم عندي تقل على صدري يروح ويجي يمين وشمال، وبحس تنميل في إيدي ورجلي، وأكون عايز أخش الحمام
انا عملت منظار والدكتور قال لي عندك ارتجاع مريء، بس الحالة دي لما بتجيلي بحس بخنقة كأني روحي بتطلع اكتر من مرة في الشهر. بالله عليك تجاوبني. طبعا هجاوبك، امال انا بقراها ليه؟ طبعا الاحتمالات كثيرة جدا. احنا هنا يا اخوانا ما بنعالجش، احنا هنا بننور الناس اللي هي شعبنة الطب. يبقى كل واحد عنده فكرة، لو واحد صدره بيوجعه وعنده ارتجاع مريء، كثير جدا من الناس عنده حاجتين، عنده حاجتين. ممكن انا اركز على الحالة اقول له انت بتشرق بالليل و و و و يبقى كل ده من الارتجاع المريء، واطلع غلطان. لان هو الى جانب ارتجاع المريء اللي هو مرض منتشر جدا جدا، عنده شريان تاجي. بتلعب رياضة ما تنفيش شريان تاجي، ما بتدخنش ما تنفيش شريان تاجي، عندك طفل صغير ما تنفيش شريان تاجي. اذا ابتدي بالاهم. دايما انا اقول للعيان ايه؟ يكون عنده ثلاث مشاكل. يقول لي طب هترتبهم ازاي بقى؟ اقول له الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام علمنا حاجة جميلة جدا، فقه الاولويات. فقه الاولويات ده فقه، تخيلوا، ده قصة طويلة. تبتدي بايه ثم ايه ثم ايه. هنا فقه الاولويات يخليني اول حاجة استبعدها شريان تاجي بايه؟ رسم قلب بالمجهود، بس بعد ما اكشف، عشان ما يكونش الالم حديث وممنوع اجري على السير. ما ساعات الالم يبقى حديث واجري على السير تبقى كارثه. يبقى فقه الاوليات لابد استبعد القلب الاول. الم في صدرك، انت ما قلتش هل انت اسره سيئه السمعه ولا حسنه السمعه في القلب؟ هل حد في عيلتك حط دعامات، عمل قلب مفتوح، موت فجائي، كان الاب او الام او الاخوه او كده؟ كل ده حاجات مهمه جدا بناخدها في التاريخ المرضي للمريض. طيب وارتجاع المريء سهل. ارتجاع المريء ده مرض منتشر جدا جدا، كل اللي هقول لك عليه ما تعشاش بس، يعني اتغدى وما تعشاش، خش نام جعان وباصحى الصبح كل، تخيل معايا، بالونه وحاطط فيها خرطوم. تخيلت؟ بالونه وفيها خرطوم. الخرطوم ده انا جايب ملقط او ماسك وقفله، والبالونة فيها مية، لا يمكن المية هتطلع في الخرطوم. طب ما مش ماسك بقى، مش قافل الخرطوم، المية هتطلع في الخرطوم. سبحان الله، ربنا عالم. المريء هو الخرطوم والمعدة هي البالونة. ربنا عامل لنا عضلة لما المعدة تتملي تروح قافلة، نهاية المريء قافلة عضلة، بحيث ما فيش نقطة مية تطلع فوق. في ناس مولودين العضلة دي إما ضعيفة وإما مش موجودة، وإما مش موجودة أو إما مش في مكانها، لو عنده فتق في الحجاب الحاجز. فأنت سيادتك الماء البالونة ما تملهاش، ما تملهاش. طب اشمعنى بالليل؟ لأنك بتنام فلات، بتنام مسطح، فسهل جدا المية ترجع من المعدة إلى المريء. فنفضل قاعدين بعد أي أكلة ما نتعشاش، فدي حاجة مهمة جدا. في احتمال بسيط جدا ان رقبتك يكون فيها مشكله، الفقرات، لان التنميل بيبقى غالبا حاجه في العصب. لو انت مخداتك مش مظبوطه او راسك ما بتحطش مظبوطه، ممكن جدا تنميل ايديك. لكن الفزعه بتاعت بالليل دي مهمه جدا جدا، انك انت الاكل بيرجع وساعات ينزل في الرئه فيعمل كان الواحد بيموت بالظبط. فده ممنوع تتعشى خالص، تتغدى وتشرب شويه ميه وتنام جعان وتصحى الصبح تاكل، عشان ايه؟ ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ان شاء الله. اسمك عبد الله الشعراوي، انا نسيت اسمك في النص. ادي رسالتين مهمين جدا. يا دكتور انا مريض بقالي 8 سنوات. كتير قوي، كتير ان واحد يقول انا عيان بقالي 8 سنين، لانه لازم يكون اتشخص في الثمان سنين دول، لازم. يعني ما احنا فين يعني؟ ما اعرفش السبب حتى الان، وعرضت نفسي على اطباء كتير في جميع التخصصات، حيث اعاني من ترجيع مستمر حتى لو شويه ميه، ونقص وزني الى النصف، وحدث لي ضعف عام. لو سمحت لا رقم التليفون لا مالكش دعوه بيه. طيب، القيء في الطب له اسباب كتيره جدا،
جدا لا يمكن حصرها في برنامج او بشكوى مريض، لكن بتخس. اخد بالي بقى، انت اكيد عملت منظار لانك انت بقالك 8 سنين، واكيد عملت موجات صوتيه واو، بس اللي بيتقال كتير وغالبا تايه ان عنده التهاب بنكرياس، غالبا اللي هو عضو مظلوم، عضو تايه ما حدش بيفكر فيه. فلو رحت لحد قل له ألا يمكن أكون التهاب بنكرياس، هيعمل لك موجات صوتية بالمنظار على البنكرياس ويقول لك ده التهاب بنكرياس ولا لأ. هل ممكن يبقى نفسي؟ الإجابة نعم. نعم، أي نعم، المريض النفسي من الصعب أنه يخس قوي، لكن ممكن جدا، ما فيش أي مشكلة. لو في مشكلة نفسية كبيرة لهذا الولد يبقى نخلي بالنا. فالقيء عرض مهم جدا جدا، ما يتاخدش بسهولة كده. القيء قد يكون بسبب ورم في المخ، تخيلوا ورم في المخ. شوف بقى، من أول حالة نفسية لحد ورم في المخ، مرا بقرحة في المعدة، مرا بالتهاب في المرارة، مرا بالتهاب بنكرياس، مرا بمشكلة جراحية في المعدة، المعدة ضيقة في حتة. فطبعا لازم ناخد الولد ده بمنتهى الحرص. القيء عرض مش سهل، مش سهل، ما ناخدوش كده انت بتتقي طب يبقى كله وكده، لا خالص. الطب يبدأ بالتشخيص، لعاشر مرة بقولها، الطب يبدأ بالتشخيص. أشخص العيان هعالجه صح، شخصته غلط هعالجه غلط. أنا لما أقول لطالب سنة ثالثة طب الراجل ده عنده كذا، هو يعالجه، بس الحرفنة كلها في عنده كذا دي، مش في العلاج. العلاج في الطب سهل جدا، لما أقول لك ده عنده شريان تاجي خلاص، هياخد حاجات تمنع الصفائح والكوليسترول وموسع الشرايين، وهيعمل قسطرة، جايز محتاج جراحة، جايز محتاج دعامة، خلاص. ما دام أنا قلت لك الألم ده شريان تاجي، انتهت المشكلة. طيب الألم ده مرارة، انتهت المشكلة. إنما الألم ده ومش عارف، بتآية ومش عارف ليه، يبقى مش هيتعالج. لابد الأول نحط الولد ده على خط سليم. أنا بقترح إن احنا نشوف البنكرياس اللي هو العضو المظلوم في جسمنا، مظلوم ما حدش بيفكر فيه. حتى لما تسمع أي حاجة مش هتسمع عن البنكرياس كتير، خاصة إن احنا هنستكمل بكرة إن شاء الله.